السلام عليكم. عليكم السلام يا مروه، ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ الله يخليك يا رب، اتفضلي يا فندم. بالنسبه للحيوان اللي كان بيتصل من شويه دوت، حزبي الله ونعم الوكيل، ما هو من غير ما سداد جابه زي هو، ما هو يعني الاشكال دي هي اللي جابت السيسي، يعني الاشكال دي هي اللي جابت السيسي، يعني حزبي الله ونعم الوكيل فيهم. انتوا والله العظيم انتوا اللي مدونا الامل، قسما بالله انتوا اللي مدونا الامل ان احنا يعني نفتح القناه ده، انتوا بتردوا نص يعني كيدنا ما بنسمعكم، وانتوا دايما ربنا ينصركم يا رب العالمين ان شاء الله، وباذن الله النظام ده كله باذن الله ان شاء الله كله ربنا ينتقم منهم يا رب العالمين، ياخذهم اخذا عزيزا مقتدرا باذن الله، وان الله يمهل ولا يهمل، وان شاء الله باذن الله ربنا يا رب زي ما عملوا كده مع المصريين باذن الله يا رب العالمين ينتقم من كل واحد كان عاون ليهم يا رب العالمين، ينتقم منهم اشد انتقام باذن الله. شكرا يا مروه، وانا بوعدك وعد وعدته لناس كتير من اول ما بدات البرنامج ده من اكتر من 2462 حلقه، ان الناس لن يؤتى الشعب المصري من قبلي ابدا، مش هسمح لحد مين من كان يعني يتجنى على الشعب المصري، وانا ما بسامحش في حقي، بس يقول لك لا انا مش مسامح في حقي، وكل حد هناخد منه حقنا قدام ربنا سبحانه وتعالى، وحق الشعب المصري هرد عن الناس، واذا انا مش قادر ارد غيبه شعبي واهلي فما استاهلش اقعد هنا ولا اتكلم باسم الناس. فشعبنا واهلنا ومن افقر واحد واقل واحد في مستوى المعيشه في بلدنا لمين من كان، هنفضل ندافع عن الناس دي عشان الناس دي هم لحم كتافنا، هم نور عينينا بجد، هم نحطهم على راسنا، مش البشوات ولا احنا لو عايزين نطبل كنا طبلنا وعشنا امعاد زي موسى وناديه، بس احنا بتوع شعبنا بتوع ناسنا بجد، وربنا عالم. شكرا ليكي، بشكرك.